بسم الله الرحمن الرحيم. الاتفاق ديالنا مع الاتحاد الموريتاني جاء مباشرة عبر الاتحاد الموريتاني. الأول اتصال كان مع أمين العام ديال الاتحاد الموريتاني، بعد كان هناك تجاوب منذ أكثر من 3 أشهر، وكانت زيارة إلى موريتانيا قبل التوقيع، وأيضا كان هناك زيارة إلينا المدينة طنجة، يعني جو المقر ديال الشركة، وبعدها مشاو الشركة اللي متعاقدين معها في الإنتاج، عملوا زيارة والأمور مشات بسلاسة. وقبل موريتانيا كانوا عدة منتخبات اللي كنا نبحثوا يكون الظهور ديالنا في الكام، ولكن حنا ارتئينا نتعاملوا مع الاتحاد الموريتاني لعدة عوامل. كيتصنعوا في مدينة طنجة، ماشي تصنعوا في منطقة صناعية. صناعة مغربية 100%، لأن كنفتخروا حنايا بالصناعة المغربية 100%. نقدر نقول لك بأن الماركات العالمية بجميع ماشي القطاع الرياضي، جميع كاملين كيشتغلوا في المغرب. ولماذا علاش ماشي نحتقروا حنايا المنتوج المغربي؟ بالعكس. ماشي ليلي، حنا غير عضو في الإدارة، أما حنا كماركة كنطمحوا إن شاء الله ولما لا في السنوات القادمة. نكون واقعيين، ما نتقارنوش مع الشركات الكبرى، لأن عندهم سنوات، حنا في البداية ديالنا، عندهم استراتيجية، عندهم واحد خبرة، عندهم عدة أشياء، ولكن حنا كشباب مغربي عندنا طموح، حنا على المدى المتوسط والمدى البعيد نكونوا كنفسوا الشركات الكبرى. فعلا اي بدايه كتكون صعوبات، وحنا الصعوبه كان هو السيوله الماليه في البدايه، لان الدومين كيحتاج واحد السيوله ماليه كبيره 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 بزاف، ولكن الاراده والعزيمه والتوفيق من الله سبحانه وتعالى راه توفقنا، ماشي توفقنا، حنا باقي في بدايه المشوار، وايضا كانت تحاربنا من بعض وناس داخل المغرب بطريقه نقدروا نقولوا بعض الماركات ولا ماركه نقولوا واحد الماركه مغربيه اللي حربصنا بطريقة مباشرة ومسائل مشروعة ومسائل غير مشروعة، ولكن احنا ليعلم الجميع بأن معدل العمر إدارة الماركة لا يتجاوز العمر ديالها 27 سنة. وتقدروا رأيتوا بعض الإخوة اللي حاضرين دابا غير هنا، العمر ديالنا ما كيتجاوزش معدل 60 27 سنة. هذه واحد القوة اللي كتعطينا الفشل ما كنعرفوش، الاستسلام ما كنعرفوش، والحمد لله وكمل لله من عند الله. احنا مفتخرين، احنا اول حاجه كاول ماركه عربيه وافريقي، ماركه عربيه ومغربيه ماشي تكون في التظاهره الدوليه من حجم كان، راه هذا ماشي يزيد يشجع الشباب المغربي في جميع الطاقات، نقدر نقولوا ماشي غير في مجال الالبسه الرياضيه. الحمد لله راه كانت عندنا عزيمه، وكان عندنا مخطط، وكان عندنا واحد استراتيجيه العمل اللي على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد، وهادشي بتضافر الجهود ديال جميع الزملاء اللي في تحت اشراف الماركه ديالنا ابي سبور.